أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم استمرار اللقاءات اليومية التي تعقد ما بين النواب والوزراء لتبادل الآراء وإيصال كل الاقتراحات والاستفسارات المتعلقة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك في تصريح الغانم في مجلس الأمة عقب اجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع شيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريري و15 نائبا. استمرارا للقاءات اليومية التي تعقد ما بين النواب وبحضور بعض الوزراء، اليوم كان في يعني اجتماع لتقريبا 15 نائب واثنين من الأخوة الوزراء، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور صباح، وأيضا معالي وزير الدولة شؤون مجلس الأمة وزير الخدمات الأخ مبارك الحريص. طبعا كما ذكرت سابقا أن هذه اللقاءات هدفها نقل نبض الشارع واقتراحاته واستفساراته ومخاوفه أيضا إلى الحكومة، وهذا ما تم في لقائنا السابق مع الأخ خالد الروضان واليوم مع الأخوين وزير الدفاع ووزير الدولة شؤون مجلس الأمة ووزير الخدمات. ويعني حتى أذكر أهم ما ذكر، أولا السؤال المطروح دائما على النواب أن هل هناك حظر تجول، وإجابة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن كل الإجراءات الاحترازية واردة، لكن في الوقت الحالي لم يتخذ قرار بحظر التجول، وكلما زاد تعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات قلت فرصة استخدام هذا الإجراء الاحترازي. سؤال آخر أيضا الموجه دائما من المواطنين لإخوانهم النواب، ووجه أيضا لمعالي وزير الدفاع ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، هو فيما يتعلق بمتى يتم إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت. والرد هو أن حاليا نحن في المرحلة الأولى وفق قيادة أو وفق توجيهات القيادات الصحية، وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، وأن العمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين في الخارج بأسرع وقت ممكن، ومرتبط ببعض الأمور الفنية منها جلب كافة أجهزة الفحص الكافية لفحص القادمين من الخارج حتى يبقى الوضع تحت السيطرة ولا تتفشى الأمراض بشكل خارج عن السيطرة في دولة الكويت. كذلك يعني أؤكد بأن هذه اللقاءات ستبقى مستمرة، وسيبقى دور المجلس في هذه الأزمة قائم بطريقة مفيدة وبطريقة حكيمة عن طريق لقاءات النواب مع الوزراء، وبعد غد سيكون هناك لقاء بحضور وزير الداخلية. طبعا بكرة اجتماع مجلس الوزراء فلن يتمكن أحد من الوزراء من الحضور، لكن بعد بكرة يوم الثلاثاء في نفس الوقت ونفس الموعد سيكون هناك لقاء مع الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.